اذكر فواتيرا واجبة الدفع في حياتنا. نعم فواتير الكهرباء. نعم فواتير الكهرباء. فواتير الكهرباء نعم موجود وكان احتمال في أقوى. شو تقول ستيفن؟ فواتير الضريبة الأول. فواتير الضريبة. نعم فواتير الضريبة خطأ. الضريبة ما بيها فاتورة تروح تسمى تتحاسب وتدفع فلوس وتطلع. كو فاتورة مثل الكهرباء تجيك تروح تدفعها. وإذا محمد قرر يا إما أخذه. لا والله يلا تفضل أختي. يا الله وخلي نشوف الأخت إيلاف. أخت إيلاف فاتورة الماء. فاتورة الماء ضمن الماء. فواتير واجبة الدفع في حياتنا. فاتورة الماء نعم موجودة. ومحمود شو يقول؟ فاتورة المطعم. فاتورة المطعم صح صح. والدكتور أحمد أعيد السؤال عليك مرة ثانية. اذكر فواتير واجبة الدفع في حياتنا مثل ما ذكروا وطلعت اللائحة. شو تقول؟ فاتورة الهاتف. فاتورة الهاتف نعم موجود.